وشهد هذيك باش تحكم تشوف لو نيفو وين هاني خير هكذا تولي طلع برك يولي لو نيفو زاد يهبط مع الباك ثاني تاع 9 تولي لو نيفو ديديكاسيون في الجيري يزيد يهود برك. انا في رايي المشكل مش مشكل شهاده وانما مشكل مستوى هذه هي برك وهما كاين حاوها الغاوها انا جاب لي ربي داروا حاجه مليحه انا بور مو داروا حاجه مليحه علاه زادوا ربحوا وقت زادوا نحاو كيما نقولوا حنا ميم لو تراك هذاك يعني على لي زيلاف وعلى هكذاك وميم سيشيكمون انا جاب لي ربي تساعدهم وكاين حوايج واحد اخرين نقدروا نحسنوا بهم المستوى بغير الحاجه هذه تاع الشهاده العفسه هذه تاع الشهاده. الغى شهاده التعليم الابتدائي مليحه بور موا مليحه راي هذا هو الراي علاه باسكو راهم يفوتوا كل عام يفوتوا غير اللي ضعيف كاين بزاف لي زيليف اللي يقراو جوست على جال نوت غير على جال نوت و جا يقراو غير واش لازم يقراو واش لازم يدخل في السيزيام كي نحيو لهم السيزيام بكا جيسبر انه يعودوا لي بروف يركزوا لهم على حوايج اكثر اهميه يركزوا لهم على لي باز على القواعد على واش راح يحتاجوه من بعد كي يكبروا ماشي جوست واش راح يدخل في سيزيام باش يديو لا بون نوت باش يعقبوا هذا ما كان.